انصاد. هذا ما هو إلي سدوه أن تقطع ديارات ياو تلقبلون سيشرف إقلامه. مدحوينا كحجينك دولة بنسلان الجنرال عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي أنا يعني كسماء مدحويناها ويهليين وزيرك أمنك بنسلان يتليها جودة عندما الدفاع بنسلان يلا بكون يأفر بقوله عسكري وقتل سنة عندما دراويش تا بنسلان وعقوله شيء وزير دولها وزارة قاشان دقة دولة فدرال كاي الصومالية محمد علي حاجة يحلمان صادق ورفاع وحقيها جودة الدفاع يقولها شعب كا برلمان كصومالية مناسبة عندما القوة الجنية وكان على حروطة تلسك قريبة كونتني أفراد عندما حوق ذلك الصوماليات المقالة الجروية هي تريها جودة عندما الدفاع بنتلان جنرال سعيد محمد حرس سعيد روحه وشقي إن عندما بنتلان القوة الجنية ولد ده أي أول كتير صناعين عندما دراويش بنتلان ما أنت إن وحى هلك مرتين وجوه إن ماذا حويناها قسمها دولة بنتلان السلام مركانا مدح ويا كحوجين كبنتلان وسير دولة وسرد قاشان ديجا السلام مركاس أنا قابل سان سقدر كعيدا ماذا وسيدا كتر سان جورها دولة بنتلان سيدا وزير كأمن جو قلته حبنا كتر سان بارلمان ك دولة دحاء إيو كان دولة بنتلان بق انتاس ودمانت ودمشي وده فريدان وحين هلا كان مانت بغشوا كل يومين حفلة دتان قيمة هي قاية هاله وهلا كان إن ما أنت لغود صالحه أما لغود ما يستره إسكندر كي عيد أما دا صوماليا يلي وري جدي محاق رضا عيد كبنتو لان إن كاس عيد كبنتو لان دراويش تو سنكو دا وري جين دورة فدرال كا أو غيب سامي دونو قارنة دورة كو هريان بنتو لان قارنة أي معمول كود يهوشو دا كو وري جي سد دولة دا دحية الصومالية حوق دلك الصومالية معنو إن لو كل لو دوري جي ما وحن قالوا فاين يركب حنا يادت كي بقى وحاج قش وحلي ياد عيدا كلو ريجين جوا كوة وكوة بيجين ييجين محيا هاين عيدا كمر كهالك عدين بعد كده سير عيدا كدولة فدرال كهاد كوة ريجية وعيدا كي حوق بنتو لان دقالما يحريها كتشري يدفع هذا كتشري وحي فيصل بعد مركي لو قد بوحي قريتانا وعيدا سيادة انت قبضا لو باهدو وعيدا كامركا دقبوين كي يقبل الله إيه سيدي حالة دوتهاي هبدا نوع وحال الدونية تريد للدونية إيه انت للدونية هنان قصال وها باين دونا لكن هذا عيدا كي تشري وي دادك ولا هو أقول أنا وحقيبا هكي تشرنا إيه أنا وحقيبا تشوقنا إيه حقيا هن وعيدا كي تشري إيه لغا سفع عمرو لغيستا عيدا كي تشري وعيدا لغا قاطي عيدا كغيب قليه لمن صادق ورفاع وحقيها قد الدفاع قلها شعب كي برلمان كصوماليا وقب جوغها ورجينتا عيدا مدان وحا وكودر دارمي إنه يو استاغان دفاع دل كودا قد الدفاع وحا وكور جوغتين كسمية وزارة قاشان ديقا وحا ما أنت فرحادية إنان ما أنت كم مقراتيك عنه أنه قد الدفاع قلها شعب كي جبور بلان كصوماليات إن عيدا مدى دراويشت بدلان إيسي رسمية وقيب قلين عيد ماذا حق الدلك الصومالي أرين تاس آد بأوسو دويننا وحانا إذا كبلن قادينا إن بارلمانكو وسي رسمية أبسمية ولس عندونو سيدي عيد ماذا حقوق دو كويري لهايين وسي رسمية وقم من نقول لهايين عيد ماذا حق الدلك الصومالي وحان ما أنت سيدي وزير الدولة وزارة قاشان لقا مدن حقا وقال كان كشيغي وحمانت واجبات كنو يهي إنا دفاعدين جمهوري دفاعك الصوماليات إنا عن عيدا ماذا ما أنت دراويشت كم من نقود دونا عيدا كحوق الدلك الصوماليات إن مرنا بالله استعمالنا دقال سكي واجبات كنو يهي كلية إنا دفاعدين دلك كد دفاعدين عيدا ماذا عيدا قدها يدبدا تاس أي واجبات كنا وحمانت كلا واجبات نقصارين هدار الدول دفاعك الصوماليات وحالك كقرنينا واجبات حقوق دينا أو قرنضاء iy mid kasto oo adii waxa gaara in mas'uuliyad saaran tahay dawladda federaalka Soomaaliya marka waxaan aad ugu faraxsanahay in halka aad kala soo qayb galo Soomaaliya hanolaato Soomaaliya ha guuleysato idinkana guuleysta waxaan ku faraxsanahay oo kale in wada jirkeena wax ku nahay ogaada dalkan hog dheer ayuu ku jiraa dawladdan waxa ka go'an haday noqon lahayd xukuumadda iyo baarlamaanka waxaa ka go'an in ciidamada mideynta ciidamada iyo isku dhafka
يكرو غارد تير عيد من حقوق الدستاس أنا جوان ما نقبل كرنا هدار الدول القبلة إن رش قينين ودن كان ودن واحد والديمقراطية سيدة سيفيليان كنترول معناه سيدة شبل كو كوهين لهاين أود وعيدن كو أي دول واحدة كلا دورتي وقدم بين لهاين سيدة برلمان قلها الشعب وكرديوتين كلها يا مهمة ودجربة وحكونا هاي حقوق ذي لما أنتوا حكولين دول دفرق سوماليات وحالك أقول ما تعلني يا جنرال سعيد دارة وزير كأمنك مدحويني مدحويناها دول بدلان وحال لنا كل جماعة قولي سومالي هنورتو سومالي هنورتو إذا ماذا حقوق الدرك اسمه هنورلان إذا كنا قولي سوما ستي وزير دولها وزارة قاشان ديجا سومالي يا محمد علي حاجة أي دنكي سعد يين إذا ماذا دراويش تبنت لان قيب توضا كنتوني أفراد أي هدا يهين عيدا كحوق الدرك الصوماليات إسلام مركان أي حق حقوق بكل يهين دولة دحى يو مانتا أو عن شغنو حردي كنتني أفراد قيبت كنتني أفراد جروي أو أه حرة تاريخية تاريخ ذا صومالية هي تاريخ ذا عيدا كحوق الدرك الصوماليات بمع كله مانتا سيدي مدحوينه بشيء مدو أيانو وحي قدن بيسان الكل مانا اللبا كون يسان يتبانكي مركاس أو أن أها قدوميها قدي ده سكول دفك عيدا كحوق دالك الصوماليات أو أن رأدين يي أما أن دون يي مركا إن عيدا كبدلان أي كمد نقضان عيدا كحوق دالك الصوماليات لكن ما سورة قلين سبب بدانو يعقب بدانو نقوري مدي مانتا أي سورة قسي سيدي أنو قلو ريجي مدحوين كحيين ك بلدان ما أنت لقى بلابا عيدا كيلو رنشير دراويش بلدان وكم دي هاي عيدا كحوق دلك الصوماليات قيبتا كونتني أفراد سيدي أود تشدين مدحوين كحيين كعنتي يقولي لستي عيدانكا أنا جانا مانتا يوزارة دعشان ديجا يتلس كعيدانكا وها جانتا نوصل كشيء مسؤولية أدو علوس إلى هنا كبر ينو إنه نافل يوآه إن واجب حقوق هي اللي ذهين أي هلان عيدانكا كلا إسوماليات لقب لابو مانتا أن لو رجني أو أت كل دين وزارة دعشان ديجا يعيدانكا حقوق دارك سومالي sida aad u noqoteen ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxa iniga xaraana in aad ka qayb gashaan dagaal sokeeyo koow oo aad ku yeelataan raad culad sokeeyo oo dadka Soomaaliyeed walaalaha u dhaxeysa maanta laga bilaabo waxa waajibaadkiinu yahay in aad cadawga midabkeena leh ee buuraha iyo banaanka ba jooga aad sidii aad awalba ula dagaalamayseen si laban laabtaan oo aad gudatan waajibaadkiina annaguna waxaan gudan doonaa wixii waajib ah ee naga saaran xuquuqdiina waxaan baasha caalamka dawladda Soomaaliyeed cid walba ugu baaqayaa maanta laga bilaabo wixii xuquuq ay lahaayeen ciidankan mas'uuliyadoodu anaga ina saaran tahay waxa hubaal ah meel kasta ama gob ama dawlad goboleed kasta ama dawlad dhexaha ahaato وحويان عيدان كو ويدي عينه مدحوينة كستا وحوكا قايلين ليا عيدان كا سببتونا وحويان صومالي دو واحد تراه دا شنن او كلا تلاعة شن تقوق باكا قوضا شنن او اسكو تلاعنا هل تقوق باكا قوضا هدي اين كود دالنا او اين عيدان كو هل ميل او وزارة دا قاشان لقا يتلس عيدان كو حوق دالك صومالي هوسي ما دو حوبالا سيدي أول بقى هيد إن حقوق يحقق إلى هاين أي هلي يان يجون واجبات كي لقولها أي جدنا يان وأن دب دم بلو أركينين ولسه قاقوين عرورة عليها مسكح ذا لقى حضي ما جعني يمدب كذا نبله جديدا إن الصومالي دول النقطة هم يجود يهاي إن اللايان شعب كصومالي إنه نفتي سدلو إسلام مركانا oo galaafto shacab inta uu dili karo inta ugu badan sidii dhacdadii ka dhacday 14kii Oktoobar Muqdisho aad ka wada war haysaan oo ilaa 500 ku dhawaad qof ay ku geeriyoodan taasina waxay tusaysaa in aanay dan u lahayn qof gaara iyo madax ee ay
شغلوا تهاي أما واجبات كأي فلينا يعني تهاي إن الجمادان ومدة سومالي إن كان واجب كنا سارن وحويا إن نجمع ما سقاب صنع سدي أي نسجد دفاع لهين إلى هين إن نجمع أقبل يو آدم إن نجمع أقبل يو إن هو حل مجا حل أفا حل وحبا إن دول المدينة دحذي نكون مغناطه وعلى سود دولني إن جهاي سن مدة الضبيلة وتنصر نضاضة وحلا أقبل كرو ما أهن ما أنت لا قبل أبو وأنه قعمها سقوق بصرنا وان هو بقى جدا تاريخ ذا كل هذا هاي سوتشرين كدولة نمط الصوماليات ما أنت هديات كبيرتين أيضا كحق ذلك الصوماليات وحن هو بقى إن الوحوي اللي يسكب الدليل دونان أو أظهر مر بلاران وصمين دونه أيضا كحق ذلك الصوماليات إلهي جدا وحن مرر بدن إني جم هذا علينا يا سيدا حسلوني ده iyey muxuuha cadawgu ku soo duulay bildaan aad uga difaacdeen sababna aad u tihiin ama aad tihiin tiirka haya xasiloonida iyo nabada ka jirta bildaan waxaan rabaa oo kale Soomaalidu way xamata Soomaalidu oo waxay noqotay iyadoo hal qof ah ayay qayb badan jirkeedii kala gacantina qof kale uu ka dhigay lugtiina qof kale uu ka dhigay hal qof baanay Soomaali waa hal qof ma kala maaranto Soomaaliduna waxay tiraahdaan waxaan la hureyn horaa loo gaadhaa waxaanu xaq u leenahay sida dadka caalamku u nool yihiin inaynu u noolaano khayraadka dhulkeena yaala mid qarsoon iyo mid dibadda yaala intaba way naga badan yihiin marka waxaan leeyahay walaalahayow wixii wadajir lagu waayo qaybsanaan lagu helin inaan qaybsanaan dowladnimo lagu gaarin waa soo aragnay inaan qaybsanaan meel lagu gaarin waa soo aragnay ilmaadeer ismeen dhabuxiso nin walba uu yaashii meeshii ka yimaadeen buu dib ugu noqday hunguriga la isku dhagan yahay ayaa Soomaali kala galno Soomaalinimadayna deeqda qabiilinimada deeqo wad ma santim madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey oo si rasmi ah ciidamadan ugu wareejiyay wasiirudulaha wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Maxamed Cali Xaga waxa uu sheegay in ciidamadan maanta laga bilaabo ay noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan mudana wasiir adiga iyo waftiga aad xamarka wada timaadeen run ahaantii idinkana maalin taariikhi ah idin tahay iyadoo ay tahay maanta bishii 12aad sodokeeri 2017 ka inaynu u wada fadhino goobtan oo ah kontoniya afraad xarada kontoniya afraad magac bay sidataa magac qaran bay sidataa magac maamulka goboleedka maamulka dawladda Puntland way sidataa oo barti laga aasaasay weey maantana waxaan jecel lahay inaan dib uga yagleelo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed waxaanu isugu nimi ciidanka qaybta ka ah kan noqon doona wixii maanta laga bilaabo oo ah ciidankii daraawiishta Puntland 2400 oo kamid ah in maanta aynu wada fadhino halkan in lagu wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka iyadoo uu wakiil u yahay horena ugu ahaa waan ku faraxsanahay in xagaa ku soo laabto booskiisii dawladda Xasan Sheekhna isagaa waday maamulada kalena runtii isagun baa soo dhisayay processkan si yacni qoto dheer isagun baa ula socdo dhiib ah maantana Puntland buu joogaa wasiir waa ku soo dhaweynaynaa sidii aad taariikhda markii hore kuwii horena uga gashay unbaad Puntlandna maanta uga gelaysaa Puntland oo ah sidaa u socotaa probably maamulka ugu dambeeyay keena ciidankiisii qaran loodan jiray xoogga dalka Soomaaliyeed la doonayo in dib loo yagleelo waxaan jeclahay wasiirka iyo xildhibaanka iyo waftiga kale ee la socda iyadoon ku warhayo kolleyba in saraakiil kale oo sare ay imanayso ay ahayd jananka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inuu yimaado halkan shaqo qabsatay awadeed saraakiil buu soo dirayaa sidii uu ii sheegay wasiir xagaa shalay janankuna uu ogyahay markuu yimaadana kolley laysbaran doono haddii aan la idmo maanta ujeeddadu waxa weeye
inaan indhaha caalamka u sheegno qoondadii loogu talagalay Puntland oo 2400 oo askari ah oo ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qaranka Soomaaliyeed in maanta laga bilaabo aan ku wareejinayno dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga oo wakiil ka yahay wasiirka wasiir dawladaha gaashaandhigga Mr. Xagaa hawshani muddo badan bay soo socotay soo rafanaysay marba meel ay maraysay waxaan ku faraxsanahay maanta inay soo gabagabowday waxaan ku faraxsanahay inaan u sheegayna caalamka in Puntland wixii loo qoondeeyay farsamo kastaba ku daahday hadda anaga naga dhantahay waxaan wasiir xagaa u sheegayaa wasiir wixii ay lahayd baad aanu kugu wareejinaynaa maanta laga bilaabo xuquuqdii iyo magacii iyo qarannimadii yaad huwantii yacni ma noqon doontaan dowladda dhexe dowladda federaalka yaad ka mid noqon doontaan horta bal kuwan keliga guddoon waxa weeye wixii aad xuquuq lahaydeen waxaa loo raacayaa maanta aad ka mid tihiin dowladda dhexe dowladda federaalka haddii aad su taqaaneen niman reer Puntland aho daraawiishta Puntland aad su taqaaneen maanta laga bilaabo waxaad tihiin xoogga dalka Soomaaliya dowladda dhexaad ka tirsan tihiin waxa weeye wasiir dowladaha maanta laga bilaabo mas-uuliyaddiini xuquuqeed sidaa kula wareegay waad ka wareegteen Puntland waxa aad ku abtirsan doontaa waxay noqon doontaa xoogga dalka waa ciidankii ugu dambeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay kala wareegtay dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland waxa ay ku wareejisay 2400 oo askari kuwaasoo ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
سنيال مدح دينا فدرال كان بدوبي اليوم مسؤولين تكرسوا معمول يسبون لانو سلانتي أم نايد بان مدك تاكو ودنايه مد مد لوغا قدون إله با محد داسله سومالي با مقع عاسله مد لان با مرتي داسله هدو يلا لنورو هدي آد أبوان تهي أما واي عرق تهي أما آد أغونيهن آد وحبرتا تهي واقي افتيمبا أكتقي سباتا وشادان وحيفة مر هدان أسكرنا هاي وحنا لو إدمضيان أما هذا كفلنا أحلق يا تسطور كيو ومدى بلانيو صوماليو إذن قرن كارلاشا لأننا آبي إيا كبير كوادو سمينيه عدوي اتاغيو ويرر سوء ابابلا ارلغان صوغلا بان ارحد قوينا او فاك شبنا اسكغفاني مينيه اسكغفاني مينيه اواد انا نولا نحي اذن كو مرخان تيا تذكر واوك سوية قبيل كان وانوك ابتريس كان واكوح السكان تواهرن أرور بانك السين نهاي قوتا واب كوغي قوتا واب كوغي قاس بان أرورها وذاك هو اللي هو غيب واحكا لو أفارا نكي أوركا كوها يو يأي كلا أبرادنا ساحيب اسكاي اللو انتا إري أولا يال إريكا لوحو يهي أسكرتا إيري يقيل أن يا أم الحرودان أرورتي إن توكعو شغك لما آذان ويقى إياكوه أمن قال دفاعا دبي إيقستو دي وإذن سوق إيسا قدهان داوض يالي انتاسي عن قصو إلينا يا برنامج كان قاركا أو بنتلان تيفو إذن كغد ياري مناصبات ما انتا لقو وريتشنا يي إذا ما دولد فدرالكا سوماليا بنتلان أي كلا وريكتي كواس وكم من نقندونا إذا ما دفاعا يدلكا أنا أقول سعود صناح يا محمد دارود أو إذا كل عافية سداسيو نبتكلم.